قاسم أبو سمية، سنناقش هذه القضية مع ضيفنا من القاهرة، ولكن معك أسأل، ألا تخشى الولايات المتحدة من انهيار المفاوضات بسبب إسرائيل، بسبب نتنياهو والممارسات التي يتبعها وأوراق القوة التي يختلقها اليوم في ظروف الحرب في قطاع غزة أو فتح جبهات أخرى؟ تحياتي لك ولضيوفك والمشاهدين. الواقع أنه التصرفات الإسرائيلية المتشددة في المفاوضات حول صفقة الرهائن واتفاق النار أوجدت أزمات مع الدول الوسيطة، مع مصر وقطر وإلى حد ما مع الولايات المتحدة. هذا انعكس سلبا على عملية التفاوض المتنقلة بين القاهرة والدوحة، ودفعت مواقف نتنياهو بشأن التمسك بالسيطرة على ممري فيلادلفيا ونتسريم. وأيضا يمكن القول أنه ضعف السلطة نتيجة سنوات من العجز ومواصلة الأمريكيين أن يقولوا أنهم لا يستطيعون فعل الكثير، لأن إسرائيل لها الحق في الوجود، والانقسام الفلسطيني مع قطاع غزة الذي جاء نتنياهو لكي يكمل على هذا الانقسام ويمنع وجوده. عمليا أعتقد أنه التاريخ لم يبدأ في 7 أكتوبر، ولكن وضع الصفقة في باب مفتوح على كثير من الاحتمالات. كل المواقف الخجولة الآن يجب أن تتوقف عربيا وفلسطينيا وإسلاميا ودوليا. حتى هذه اللحظة لا نستطيع أن نجد إلا سوى الولايات المتحدة. الولايات المتحدة بايدن لا يمارس بما فيه الكفاية من الضغط لإجبار إسرائيل على القبول بالاتفاق الذي طرحه هو. لماذا سيد أبو سمية، لماذا لا يمارس بايدن هذا الضغط، ولماذا اليوم لا يتم عقد مراجعات أمريكية لتراجع الولايات المتحدة الأمريكية أصلاً عن مقترح عرض على حركة حماس وإسرائيل في 2 يوليو، وتتمسك حماس بردها في ذلك الوقت؟ عملياً مناورات نتنياهو ومواصلاته من أجل فشل الوساطة واتفاق الهدنة هي التي يعني عملياً دفعت بهذا المقولة إلى أن يأتي موعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة حتى نوفمبر القادم. ولذلك هو يتذرع في كل جولة من الجولات المفاوضات من ذرائع مختلفة للتهرب من إتمام الاتفاق. هو يريد ببساطة التخلص من ضغوط بايدن. بايدن حاول ممارسة بعض الضغوط وليس الكثير منها، ولكنه لم يستطع، لأنه بايدن أولا هو تنحى وألقى بالكرة بناحية هاريس، وبالتالي ترك الباب مفتوحا على هذه المسألة. هو ليس لديه ما يمارسه من ضغوط تكفل بموافقة إسرائيل أو نتنياهو.